وأزمة تحكيمية جديدة في دوري القسم الثاني بقيام أحد المدربين بالتعدي بالضرب على حكم مباراة بروكسي وأبو قير للأسمدة في دوري القسم الثاني. خلينا نقرب من المشهد أكتر وناخد على التليفون الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي. كابتن محمد برحب بيك. بيك كابتن اسلام، منور دايما. الله يخليك، ربنا يكرمك. قول لي ايه بقى الواقعه وايه تفاصيلها دون يعني التطرق لتفاصيل معينه يعني. اوكي، انا فاهمك طبعا. ولكن النهارده يعني احنا شفنا بعد المباراه مباشره، عرفنا ان الحكم تم الاعتداء عليه، وكان بيتم الاعتداء عليه لفظيا كمان طوال المباراه من المدير الفني لبروكسي، واتطرد في الشوط الاول ودخل الملعب اكثر من مره بعد اشهار الكارت الاحمر دي، واعتدى على حكم المباراه بعد المباراه مباشره، والمباراه وقفت لوقت يعني طويل شويه بعد احتساب ركله الجزاء لفريق ابو قير، كان في الدقيقه الثانيه في الوقت الضايع من الشوط الثاني. الاهم بقى من كده ان بعد المباراه انا عايز اقول لك ان مش الحكم لوحده اللي تم الاعتداء عليه، هو تم الاعتداء على الطاقم بالكامل. فعلا؟ ده اللي احنا لسه عارفينه من شويه، الاربع حكام تم الاعتداء عليهم. ولولا تدخل يعني رجال الامن وخرجوهم من الملعب، انا عايز اقول لك يعني ان كان الامور فيها هرج ومرج وفيها يعني انا مش عارف يعني انا اتمنى ان اتحاد الكوره يعمل زي ما عمل في مباراه الترسانه والسكه الحديد، وعمل تاني يوم مباشره الظهر، خد عمل اجتماع في لجنه المسابقات وخد قرارات فوريه. فنتمنى لو هم يعملوا الموضوع ده دايما، اعتقد الامور هتبقى مختلفه شويه ومش هنشوف المشاهد دي. بس وليا تعقيب على حاجه، احنا شفنا في مباراه الترسانه والسكه الحديد تحديدا، شفنا القرارات طلعت فوريه تاني يوم الظهر بعد الاعتداء على الحكم، ولكن بعد كده تم تخفيض هذه العقوبات. وعشان كده احنا ابتدينا نشوف المشاهد دي تاني، لان كل مدير فني او كل جهاز عارف ان هو هيضرب الحكم او هيعتدي عليه، هي اخرها ايه؟ ماتشين، اربعه، سته، ثمانيه، ماشي، وبعدين هيتم تخفيض العقوبه عشان هكلم فلان وينزل لي العقوبه. فللاسف يعني انا بطلب من اتحاد الكوره، حافظوا على حقوق الحكام، لان الحكام دي هي اللي بتنجح لكم المسابقه. يعني الحكام، طب هي ليه لجنه الحكام مش هنقول اللجنه الحاليه؟ لان يعني اللي حصل في ماتش الترسانه والسكه الحديد ما كانش في عهد اللجنه الحاليه. ليه وقتها لجنه الحكام ما اعترضتش على تخفيض العقوبات؟ ولا من حق مسؤولي الانديه ان هم يقدموا التماس فبالتالي يتم تخفيض العقوبه؟ كويس السؤال ده. على فكره هو قوام لجنه الحكام في التوقيت هنا هو نفس قوام لجنه الحكام هنا، ولكن الاختلاف كله ان كلاتنبرج كان موجود وكلاتنبرج دلوقتي مش موجود. لكن في الحقيقه هو كلاتنبرج اصلا ما كانش بيبقى متواجد في مصر، وهو كان بيقول انا ماليش دعوه بالقسم الثاني، ماليش دعوه بحكام القسم الثاني، وده كان حاجه معلنه وكلنا عارفينها. ولكن المسؤوليه هنا انا اتفق معاك طبعا، كان لازم يبقى في تدخل من لجنه الحكام تحافظ على حقوق حكامها. ولكن النهارده يعني انت اثرت نقطه مهمه جدا، انا عايز اشوف حد من لجنه الحكام بيطلع يدافع عن الحكم، يطلع يقول يا جماعه يعني يشرح لنا اللي حصل ده، طب ليه؟ ويعني زي ما بيطلعوا يدافعوا عن الحكام في قرارات في ركله جزاء صح او ركله جزاء غلط، لا، انت النهارده دي كرامه حكم. اعتقد دي اهم ويعني واكبر قيمه، كرامه الحكم، ان انت تدافع عن ركله جزاء صح او ركله جزاء غلط. يعني ايهما اهم كابتن محمد؟ عدم احتساب او احتساب ضرب الجزاء على الاهلي والزمالك، او يبقى جمهور الاهلي والزمالك متضايق لاحتساب او عدم احتساب ركله جزاء في مباراه في الدوري، ولا الاعتداء على حكم؟ كرامه الحكم اهم من القرارات الفنيه الخاطئه، ولكن هتظل اخطاء الحكام موجوده. يعني النهارده لما قول لي في اي دوري في العالم حكم ما بيغلطش، بيحسب ركله جزاء صح او ركله جزاء غلط، ولكن هل بيتم الاعتداء عليه؟ يعني شفناها النهارده على سبيل المثال، بنشوف
الدوريات بقيه الدوريات بتطبق اللوائح كما يجب ان يكون. فانت في حكام بتخطئ وحكام بتحسب ركلات جزاء غير صحيحه وصحيحه، لكن ما بنشوفش ان بيتم الاعتداء عليه. لكن كرامه الحكم اهم من القرار الفني الخاطئ او الصحيح. لا يعني هل هيتم استخدام خبير تحكيم اجنبي مره تانية خلفا لكلاتنبرج ولا لا؟ اعتقد بعد احداث مباراه سموحه والزمالك لو كان الامور هاديه شويه وما فيش خبير اجنبي اعتقد الاتحاد الكره هيشاهد هو الكلام على دوارتي جوميز البرتغالي يا كابتن صلاح. هو انا عارف بس لكن ما عندناش كلام اكيد، يعني ما اتحاد الكره ما قالش ما شفناش تاكيد منه، يعني خلينا احنا دايما بنتعامل مع المعلن. هو اعتزل في 2016 لكن ما تولاش اي مسؤوليه اداريه خلال الفتره اللي فاتت يعني. لا ما تولاش، بس قبل اهم من استخدام الخبير الاجنبي يا كابتن اسلام في حاجه مهمه جدا. انا النهارده عشان استخدمه اولا لازم ابقى انا عارف كاتحاد كوره ايه المهام اللي انا هطلبها منه وايه اللي انت هتضيفه لي، ولازم يبقى فيه نحط النقط على الحروف. مش بصراحة مجرد انا بقول لحضرتك اي حكم اي خبير تحكيم اجنبي هيجي هيتولى مسؤوليه لجنه الحكام مش هينجح، لان اولا هو لا على درايه بتفاصيل وازمات ومشاكل الحكام، ده رقم واحد. صح. رقم اتنين الحكام القدامى مش هيساعدوه على النجاح مهما كان اللي بيساعدوه او اللي موجودين ملايكه بجناحات. انا متفق معاك تماما، ورغم ان انا كمان شخصيا يعني مش حابب ان يكون في خبير اجنبي لان هو فعلا مش هينجح، مش هيكون دارس الاجواء ومش هيعرف يتعامل مع الحكام. ولكن لو عايزين التحكيم ينجح مش موضوع اجنبي او غير اجنبي، لو عايزين التحكيم ينجح لازم اتحاد الكوره يطبق اللوائح على جميع الانديه فيما يخص الحكام في اعتداءات، ولجنه الحكام كمان عندها دور ان هي تطبق العدل ما بين الحكام. فساعتها ده الف ب تطوير عشان بعد كده تقدر خطواتك بقى للتطوير والتثقيف والتدريب بعد كده تقدر تنجح. لكن طالما مفيش تحقيق عداله ما بين الحكام اعتقد عمرنا ما هنتقدم لقدام. كابتن محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي بشكرك طبعا.